السلام عليكم. كنتلقى بزاف ديال الرسائل، الناس والدين امهات اباء كيقولوا لي استاذ بغينا نتحدثوا مع اولادنا بالفرنسيه في الحياه اليوميه، في الدار بغينا نهضروا معاهم بالفرنسي باش يطلعوا كيهضروا الفرنسيه ويتعودوا على الفرنسيه. وبالصح لحقاش كلشي ولا بالفرنسي، الورقه ديال الموضوع هي الاخرى كتجيك بالفرنسيه. فاليوم غنعطيكم اكثر جمل كتستعمل مع الطفل. فالجمل اللي غنعطيك كيبقاو كما هما، ما كيتبدلوا ما والو، غتحفظهم فقط وغتتكلم مع طفلك باش حتى هو يتعود يتكلم بالفرنسيه. كاين واحد السيده عندي الحمد لله تحسنت في اللغه الفرنسيه وغاده معي، فسمعوا السيده شنو كتقول عليا. شكرا لك خويا حمزه بزاف 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 على هاد الدروس اللي كتعطينا واحد الطاقه ايجابيه، وعلى الطريقه ديالك اللي ما شفت بحالها الصراحه في اليوتيوب كامل، يعني كنقلب وكتجيني انا الطريقه ديالك سي لا ميور. وكنصح كاع اي واحد بغى يحل العقده الفرنسيه فما يزيتيش التواصل معك. اللي بغى حتى هو يشارك في العرض ويتعلم كما تعلمت هذه السيده هذه، يرسل لي رقم الواتساب ديالو هنايا في الجيميل. هنا ارسل لي رقم الواتساب ضروري في الجيميل وكتب لي بغيت نشارك في العرض. ها هو الجيميل ديالي، راسلني دابا دابا دابا. كتكون معي وحدك في الحصه، ما معك حتى شي واحد، ابل فيديو في الواتساب، هذا ماشي جروب، بوحدك في الحصه باش تتعلم ليا في 3 شهور، حيت خصني نكون معك بوحدك باش هكا كنعطيك وقتك وتتعلم في 3 شهور. وعد مني هذا، غير سل لي هنا في البريد الالكتروني ديالي رقم الواتساب ديالك ضروري في اول رساله، راه انا اللي كنجاوب، ما تخاف ما والو، انا اللي كنجاوب ماشي واحد اخر. انا غير سل لي في الجيميل، الجيميل كتبو بشكل صحيح باش ما تغلطش فيه، كتبو بشكل صحيح حمزه المعلم ملاصقه بحروف صغار @gmail.com. اوكي دابا دونك اليوم غادي نحاول نعطيكم هاد لي زيكسبريسيون، قيدوهم جبد الدفتر دابا وقيد باش هكا تستعمل مع ولدك ولا بنتك في الدار. فاول جمله اللي هي غتقول لولدك ولا بنتك، غتقول ليه سي دي كونسيي، سي دي كونسيي، سي دي كونسيي. اش كتعني هادي؟ كتعني يعني هذا لا ينصح به، يعني هادشي ما صالحش. كتوري واحد الحاجه وكتقول شوف هادي راه ما صالحش، هذا لا ينصح به. بحال ما تقبض كارو مثلا 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 وتقول له هادشي راه ما صالحش، هذا لا ينصح به، سي دي كونسيي، واعر هادي. اوكي تقدر تقول له مثلا، تقول له سير دير الدروس ديالك، سير نجز الدروس ديالك، فا فيغ تي دوفواغ، فا فا يا سير، كتأمرو يمشي، فا فا فيغ تي دوفواغ، سير دير فيغ دير، تقوم بالواجب بالواجبات ديالك، فا فيغ تي دوفواغ، سير قوم بالواجبات ديالك، يعني سير صوب تمارينك، فا فيغ تي دوفواغ، فا فيغ تي دوفواغ. هادي واعرة تاهي، تاهي كتستعمل بزاف كتبقى كيما هي. نو مون با، نهضر مع الطفل ديالي ونقولو ما تكذبش، نو مون با، نو مون با، ما تكذبش، نو مون با، نو مون با. نقدر نقولو تكلم بأدب، تكلم بأدب، بارل بوليمو، بارل بوليمو، بوليمو، بأدب، يعني بأدب وصواب. بارل بوليمو، بوليمو يعني دون مانيير بولي، فوالا. دونك نقدر نقول ليه كن حذر، كن حذر، عندك عندك سوا بخيدون، سوا كن بخيدون، يعني بخيدون استدير زعما تكون عندك لا بخيدونس، يعني تكون حذر، تكون واخد الحيطة والحذر ديالك، تكون واخد لا بخيدونس، لا بخيدونس هي الحيطة والحذر. دونك سوا بخيدون، كن حذر. نقدر نقولو مثلا هذيك كتقال بزاف حتى هي، tu seras puni، راه غتعاقب، راه غنعاقبك، tu seras puni، tu seras puni، غتكون معاقب يعني غتعاقب، راه غنعاقبك، راك غتعاقب، غنعاقبك، tu seras puni. نقدر نقولو كذلك sois raisonnable، يعني كن معقل، كون كتخدم عقلك، sois raisonnable، sois هي كن، دو لو فيرب اتر، فاش كنبغي نأمر شي واحد كنقولو كن sois. دونك نقدر نقولو فيت اتونسيون ا مو، نقدر نقولو سوا اتونتيف ا مو، سوا اتونتيف ا مو، انتبه ليا انت، سوا اتونتيف ا مو، يعني كن منتبه الي، سوا اتونتيف ا مو تو سامبلومون. لو كانت البنت نقولها سوا اتونتيف ماشي اتونتيف، اف
كتحيد وكنديرو في عوطه في او سو اتونتيف ا موا كوني منتبه ليا. نقدر نقول له ايضا tu as mal réagi tout à l'heure راك تصرفتي خايب قبيله tu as mal réagi tout à l'heure ne répète pas ce geste ما تعاودش هذا لو جيست هذا ما تعاودش هذه الحركه ما تعاودش هذه القضيه ما تعاودش هذه الفعله tu as mal réagi tout à l'heure تصرفتي خايب قبيله وهذه كتعاود بزاف يعني بحال كتحاول تربي ولدك تهضر معاه بالفرنسيه وتقول له tu as mal réagi tout à l'heure تصرفتي يا tu as réagi تصرفتي خايب دخلت عليها مال tu as mal réagi تصرفتي خايب tout à l'heure هي قبيله هذه واحد الجمله اللي كتكرر بزاف قبيله كليت قبيله هضرت قبيله تكلمت قبيله خرجت tout à l'heure قبيله سي لو مومون بور الي او لي هذه اللحظه فين خصك تمشي للسرير يعني تمشي تنعس سي لو مومون بور الي او لي tout simplement le lit سرير دونك هذه اللحظه فين خصك تنعس وفوالا لاحظتوا باللي الفرنسي كنحاول نسهلها لاقصى درجه وديجا هي سهله بكثير وبالاضعاف في الواتساب ارسل لي في الواتساب دابا غتقول لي اوكي كندير راسلك ارسل لي في الجيميل رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل في البريد الالكتروني ديالي ارسل لي رقم هاتفك هنا رقم الواتساب ديالك حمزه المعلم ارسلوا لي في البريد هنا في الجيميل حمزه المعلم @gmail.com هكا كيتكتب دابا 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 ما تماطلش وما تماطلش اوكي تحيه لكم دابا راسلوني كنبغيكم وكنموت عليكم وراكم كيسبوها تبارك الله تحيه لكم حفظكم الله.